جبت لي هذه القضية الفلاحة لأنها من الأمور الكبيرة التي يبدو أن هذا الكيان الصهيوني، وسمحوا لي استعملت كلمة إسرائيل عوضة باش يربح للوقت، أنه يراهن عليها. مزيان نعرفوا شنو هي إسرائيل. إسرائيل بقعة، مساحة صغيرة استنزفت المياه الجوفية ديالها اللي ولات عندها المياه مالحة، لأن كانت كتستعمل إعادة تدوير المياه ديال الصرف الصحي، وبالتالي ولات عندها مياه مالحة لا تصلح للزراعة، وعندها بحث علمي متطور، وبالتالي كتقلب على أنها بحكم أنها عندها شركات كبرى كتشتغل على مستوى العالم في الإنتاج الفلاحي، فهي كتقلب على توسيع مجال الاشتغال ديالها، وبالتالي مشات لمصر بداية، في الأردن، بعد مشات دابا كتقلب على السودان، ثم جات المغرب، وأخيرا جات المغرب.